هذه هي سور وهؤلاء هم أهلها، ومن يرى هذا الازدحام فلن يصدق أن هذه المدينة تقع جنوبي نهر الليطاني على بعد دقائق من الحدود مع فلسطين المحتلة التي تشهد معارك يومية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. نحن بسور ولا شيء، هي عادي، العالم عايشة ورواء وآخر رواء. نحن اليوم بسور رغم القصف القريب اللي بالناقورة عم بيصير، العالم هون بتحب الحياة ومتأقلمت مع هذا الوضع. الزحف البشري نحو سور ليس تقليداً شعبياً في مثل هذه الأيام وحسب، وإن كان في فترة الأعياد، لكنه تأكيد على التشبث بثقافة الحياة وتحد للاحتلال والاعتداءاته أيضاً. شعب جبار، شعب بحب الحياة، نحن عنا ثقافة حياة، مش مثل ما بيسمونا ثقافة الموت، بالعكس نحن شعب بنحب الفرح، بنحب نعيش، بنحب نعمل شيء حلو بحياتنا. بس هذا بفرجي انه هذا الشعب حتى لو في حروب اخر همه وبيضل بيفكر بالحياة. الاستمتاع بشاطئ المدينة وكورنيشها وقراها هو المقصد يقول الأهالي، لكن إصرارهم على الحضور لا يخلو من رسائل سياسية، ويقولون أنه تأكيد على تمسكهم بحقهم وأرضهم وعلى دعمهم وتأييدهم للمقاومة. ما في شيء بخوفنا، أولاد الجدوب ما حدا بخوفهم أبداً. الوضع كتير تمام، الناس منا خايفة، الناس متعودة على هيدي الأجواء، هيدي أجواء فرح، ما في داعي للخوف. أرضنا لنا، ما رح نتركها، ما نحن شعب مهما هاجر بده يرجع بلده. أنا من بيروت، جاي من بيروت على سور لشارك بالمعرض، بس نحن هيدي شفت هاي المعيشة، هاي اللي نحن عايشينها ورايحين وجايين، هاي لحالها بتوترهم أصلاً. بوجود المقاومة كمان ما حدا خايف إن شاء الله. نزح مستوطنو شمال فلسطين المحتلة إلى تل أبيب بسبب المواجهات على الحدود، فيما أهل الجنوب اللبناني قاموا بخطوة معاكسة وعادوا من بيروت إلى قراهم في سور وغيرها من مدن وقرى الجنوب، ولا سيما في العيد، في رسالة واضحة تؤكد تمسك بالأرض. فاطمة فتوني، مدينة سور الجنوبية، الميادين.